ونبدأ من المديرية العامة لبلدية مسقط بولاية بوشهر والسوق الخيري بالحديقة العامة في منطقة الخوير. بارك الله فيهم وفي جهودهم، وأنا صراحة سعيد أني شاركت مشاركة بسيطة في هذا اليوم. أنا وأسرتي حضرنا هنا، وربنا يساعد الجميع في هذا الموضوع. أنت شو اسمك؟ خالد. خالد، إيش كيف شفت الأسعار في السوق؟ والله كويسة، يعني مناسبة. مناسبة لا. مدام أيضا تعطينا انطباعش عن السوق الخيري. والله نشاطات مثل هذه يجب تكرارها باستمرار، عشان الواحد على الأقل يتذكر الناس التانيين اللي بحاجة لهذه المساعدة، رغم أنه المبلغ يعني رمزي جدا، لكن إيد على إيد بتساعد برضو كمان يعني، وهذا عمل تعاوني تشكرون عليه يعني، كثر الله من أمثالكم. ما أدري كيف الإقبال شفته على السوق وعملية الشراء من المواطنين وأيضا المقيمين. والله صراحة ما كنا نتوقع الإقبال هذا اللي حضروا الأشخاص هذول، الإقبال كان جيد وفوق المتوقع يعني. بالنسبة للقطاع الخاص ومساهمته في هذا السوق كيف شفتها؟ والله جيدة صراحة، كان طيب من الناس ومن الشركة. إن شاء الله كل البضاعة نفذت؟ إيه صراحة كلها خلصت لحد الحين، ما بقى ولا شيء. رأيك أنت بفكرة مثل هذه الأسواق وهذه الأيام الجميلة؟ هاي مفيدة بالنسبة لكثير من الناس، لأن شفنا الحين في مثل هاليوم يوم المولد النبوي مثلا احتفلنا به أساس مساعدة للفقراء بالنسبة لليتامى والمعاقين يعني. وانت تحدثينا عن انطباعك للمشاركة في يوم البر. والله شيء جميل يعني، ما يعني انطباعي هذا يعني شيء جميل ان المشاركة يعني صارت من الجميع، ونتمنى يعني مثل هذه الذكريات يعني تستمر دائما. كانت مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين في عملية الشراء. ما تشوف يعني احنا ما بدينا بعد صلاة المغرب، مثل ما تشوف يعني الأغراض كلها راحت، ومشارك هم طبعا السواق يعني مفتوحة، لكن هم أخذوا هذه مشاركة يعني المقيم والمواطن. هذا دليل على التكافل الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع. فعلا هذا دليل على التكافل الاجتماعي، لأن شفنا الجميع يشارك في هذا الاحتفال يعني، ما بس مجرد البلدية يعني، كان في تعاون بين البلدية والمواطنين المقيمين. حقيقة هذه بادرة طيبة، حقيقة أنا لاحظت أن الجمهور متفاعل مع هذا اليوم، وهذا شيء جيد يعني لمساعدة الفقراء والأيتام والمساكين، ونتمنى أنه هذه الأشياء ما تكون يعني تكون فترة واحدة أو يعني تتكرر هذه الأحداث بشكل مستمر، لأن الفئة هذه في المجتمع تستحق هذه المساعدة، تستحق هذا التعاون من المجتمع كله.